درسنا اليوم كمان على الايمج سامبلر، بعد ما كذا كمان استفسار تاني من احد المشتركين كيف ممكن انشئ التشكيل التالي باستخدام كلاس هوبر وايمج سامبلر. شفنا في عندي خطوط تغير سماكاتها، وفي الاخير حتعطيني تشكيل الصورة الموجود باستخدام اكثر من طريقة. طبعا تذكير ما في اي مشكلة بالاقتراحات والاستفسارات المعينة، وهذا احد الامثلة اللي كمان حنرجع نعطيك استفسار خاص او كفيديو خاص عن طريقة التشكيل. بنشوف على تشكيل مميز ممكن الواحد يتعلمه بكل سهولة في كلاس هوبر. هنشوف كيف ممكن نبدأ فيه. هحاول أعمل التشكيل هذا على السمايلي فيس اللي عندي. طبعا أحتاج أعمل السكوير جريد اللي موجودة بالفيكتورز. هنضيف عدد 50 نقطة. نشوف كيف نحاول نكبر الشكل نعطي مسافات أكبر، ممكن نغيرها بعدين. طبعا مهم دايما البوينت اللي حتاخد المعلومات من الصورة، يعني ممكن نشوفها بالطريقة هاي. بس من هاي بنشوف ان عندي هالخطوط المستقيمة او المسمي الجريد الشبكة، باختلاف عن الطريقة السابقة اللي استخدمنا فورونوي كانت الشبكة عشوائية ونقاط عشوائية. هون حنحتاج نقاط او خطوط مستقيمة، والنقاط منها هتطلع هتكون مرتبة بشكل جريد بشكل منتظم. تمام. طيب انا هاخد ميل بوينتس، لازم احولهم ل يوفي من 0 لـ 1. حاليا هم قيم مختلفة جدا. طيب بكل بساطة راح نعرف ممكن نستخدم ال surface closest point حتى اخد يو في بوينت. عندي البوينت بس احتاج اعمل surface، ممكن اعمل bounding box. ناخد البوينت أعملهم فلاتن، جمعهم في لستة واحدة، وأعمل أونيون بوكس سيرفس كامل لكل شكل حسب الصندوق وحسب البوكس اللي هو فلاتن بوكس، أضيفه كسيرفس. صارت عندي القيم اليو في من 0 لـ 1. طبعا بهذا شرط إن تكون السيرفس ريبرمترايز. تأكد عند القيم صارت تمام كلها بين 0 و 1. كانت مو برمترايز هيكون قيم مختلفة جدا، لازم نعملها ريبرمترايز. في عندي القيم اليو في حتاخد معلومات من الصورة. طبعا عندي الصورة محطوطة على الري سكيل والكولر برايتنس، فأنا ما بحتاج معلومات الار جي بي ريد جرين وبلو. هاخد معلومات البرايتنس بحيث يكون عندي قيمة واحدة بس اتحكم فيها، وهي ممكن نشوفها بشكل هذا بين 0 و 1. 1 هو ابيض، وكل ما قل الرقم كل ما كان اللون أغمق حتى يوصل للصفر واللي هو أسود. طيب تمام، حاليا عندي البوينت وعندي معلوماتهم، فاحتاج أرسم الخطوط هاي اللي هنشئها باستخدام المعلومات الموجودة حاليا عندي. بكل بساطة أنا ممكن أفكر في التشكيل إن عندي هالخط مستقيم، لما يجي لون أسود حابة ننزاح النقاط بشكل أكبر عن مكانها الأصلي باستخدام أمر موف. فحاليا هل المعلومات اللي عندي هحتاج بكل تأكيد نعملها ريماب وأتحكم بالقيم حسب ما هشوف أنا بالتباعد بين النقاط. فشكل أمر ريماب مثل ما نحن شكلناه مرات عديدة كثير. طبعا لازم أعمل فلاتن حتى أخذ ريماب فاليو بين كذا وكذا، عملها في سورس وضيف الدومين هاي حتتحكم لي في الشكل construct domain. خلي حاليا بين حامل بالعكس، ليش؟ لانه عندي طبعا خلينا نضيف فاصلة. انا عندي الرقم واحد اللي هو ابيض، رقم واحد هو ابيض، فعن تحديد الدومين من لون الابيض للاسود، فحابب نعكس بين 1 و 0 بحيث انه يكون عندي اللون الاسود يعطيني مسافة اكبر. خلاص في كل حال حنجرب ونشوف كيف حيجيني التشكيل. فيصير عندي الريماب فاليو وعندي الدومين اتحكم فيهم لو حالي عكسته. وانا اتخيل اني حرسم خطوط. اذا اخدت انا عندي البوينتس هدول، طبعا عملت هايد حتى اشوف انا عندي البوينتس، بس اذا اخدتهم عملت
خلينا مثلا نرسم بولي لاين. البولي لاين لما هرسم افصل بوينتس على اللي هما كي في عدة ثلاثة، هرسم لي نقاط، هرسم لي خطوط تشغلية على البوينتس لأنهم مرتبين 51 نقطة في كل قائمة. القائمة اللي بعدها هترجع تنعاد وهكذا حتى تكرر كل النقاط. تعالوا هلا أنا عندي الرسم صحيح. طيب عندي القيم، لازم أغير البوينتس أعملهم موف. استخدم أمر موف وأخذ البوينتس، عندي أحركهم باتجاه محور الإكس. ضيف القيمة للإكس وأعملها موف. هذي كيف تحركت القيم، صار ممكن الواحد يشوف في التشكيل لو خفيت اللاينز عندي نقاط كيف متحركة، وعطاني شوية تشكيل تحركوا كلهم لليمين. بدي اتحرك عندي الشكل، بدي اتحرك حسب المعلومات الموجودة في الصورة. ممكن واحد لاحظ انه في عندي العينتين، تمام، بس انا هحركهم لليمين ولليسار بحيث انه لو كنا ملاحظين في الصورة انا عندي حيجي تشكيل بالشكل هذا، كل موجة عفوا هذا لازم يكون بالعكس، بمعنى الشكل هيكون ميرور، بينما لو انا تركته خط مستقيم والخط الثاني كان متعرج هيجيني بهالشكل. انا احتاج الشكل يكون ميرور، فبدل ما احركه بس للاكس هعمل نيجاتيف، هاخد القيمة نيجاتيف واضيفها في الشيفت على نفس العنصر. فحاليا صار عندي قيمتين بنفس الفيكتور، بس شوف صار عندي مشكلة في الداتا ماتشنج. لهالشي ممكن انا اجرب واعمل جرافت للبوينتس. نعطي كيف لما عملت جرافت رفعتهم بقائمة جديدة، فحيوصلوا هون على شكل قائمتين بشجرة متشعبة لقائمتين اكثر. فعندي كل برانش هيتكرر على قائمة دبل، فكان كل عنصر في قائمة مع لحاله. فبهالحالة لما حيجي يرتبط مع القائمة من عنصرين حيتكرر الأمر يمين ويسار، هتكرر الأمر مرتين، فعمله موف على جهتين، جهة اليمين وجهة اليسار، البوزيتيف والنيجاتيف. بهالحالة صار عندي بالجيومتري كمان الناتج عبارة عن قيمتين نقطتين في قائمة واحدة. أنا عندي كل بوينت كرر مرتين، فصار عندي دبل فاليوز. طبعا شي ممكن يكون بالتجريب، ممكن واحد يجربه يشوف كيف، لكن هي يعطيهم هيك حل سهل. ممكن الواحد لا يعمل موف لحاله بوزيتيف وموف تاني نيجاتيف وبعدين يجمعهم مع بعض نفس الشي، بس اختصرتها كلها اني عملت جراف من الاول. طب حلو، انا اخدت حاليا البوينت، هحتاج اتحكم بالبوينت الاول والثاني. انا عندي كل قائمة فيها اثنين، فممكن اعمل ايمج ايمج ليست ايتم حتى اختار الاول والثاني. هلا حاليا اختار الاول والثاني، فاخذت حاليا بس الاول ووصلته ببولي لاين، خفيت البوينت فيكتورز والقيم. النقاط غير كافية، لازم ارجعهم، لأن حاليا كل قائمة في نقطة لحالها، فلازم يرجعوا بالداتا تريز نقطة واحدة. عملت حاليا فلاتن، هيجمعهم كلهم في قائمة واحدة، فهي الخطوط هتمشي وترجع، هيكون في عندي توصيل. فأنا لا ما هعمل فلاتن، لازم أرجعهم بشجرة مثل ما نقول غصن واحد للخلف، بدل ما يكون كل عنصر في قائمة هون في الأخير، لا حابب يكونوا هذول في قائمة لوحدها. فلازم أعمل شيء اسمه تريم داتا تري، تريم تري. إذا ضفت التريم تري هشوف عندي أخذ 51 عنصر في قائمة لحالهم، برجعت صارت كل غصن من الشجرة في عدة عناصر. إذا وصلته بهالحالة طبعا شفت الفلاتن، هلاحظ صار عندي الأمر صحيح. بس حاليا ملاحظ ان الخط مكسر، ليش؟ انه بولي لاين، انا حتى اعمل خط منحني بستخدم انتربوليت انتركيرف،
مدى حياتي منحنيات أفضل. طبعا ممكن أتحكم في الديجري، قيمة الانحناء إلى آخره. هل نهاد عندي جهة اليسار أو جهة اليمين؟ ممكن أعمل نسخ ولصق وأخذ الجهة الثانية، صار عندي جهتين. كيف قطعت هالانحناءات بشكل ميرر، بشكل منعكس على بعضه. نبدأ من الصفر، هكون لون أبيض، بس ما تغيرت القيمة اللونية أو قيمة ال white balance أو اللي بسميها ال brightness عفوا، هيبدأ الكيرف ينحني أكثر. ممكن نحن نتحكم في الانحناء كم هو حياخد، ممكن حتى لما يكون صفر يكون في شي بسيط وبعدين ينحني أكثر أو يكون أبيض، لون أبيض. هل صار عندي الكيرفين، بعدين ممكن نستخدم أمر rule surface، نعمل surface بين اثنين curves، بين الأول والثاني خفيناهم، راح يصير عندي سيرفس واضح فيها الشكل. ممكن بعدين نعمل ريفيو، كاستوم ريفيو، نحط اي لون بدنا، اسود او ابيض، باستخدام الكولر سواتش، نغير اللون مثلا للاسود، يكون نفس الامثلة اللي شفناها. عظيم، بكل بساطة صار عندي تطبيق المثال. ممكن طبعا نزود عدد العناصر حتى يكون دقته اكبر. شوف كيف صار، نشوف عنا جهة اليمين اللي هي المضاءة مختلفة عن الوسط، نشوف في تدرج اللوني حتى واضح. لو زومنا أكثر ممكن كمان نتحكم في البعد بينهم بحيث إنه نترك شوية مسافة بين الخطوط. أيوة، التطبيق الأمر بكل بساطة. بس إحنا إذا حابين نجرب كمان جهة ثانية، حاليا عندي جهة شاقولية بس، ممكن نعمل أفقية. كيف؟ عندي البوينتس بالأساس من الأول وتسعين 76 في قائمة. تذكر في أمر كنت استخدمناه سابقا هو فليب ماتريكس، لو حيعكس لي القوائم بحيث انه بدل ما تكون مرتبة بالجهة الأفقية حترتب بهالشكل. عملت حاليا هون بولي لاين، تأكد كيف الترتيب، لاحظ كيف خطوط أفقية. في حال إذا وصلتهم على البوينتس هياخذوا خطوط أفقية، لكن هلاحظ إنه عندي الموف باتجاه الإكس، فحن صار صعب كثير على يعمل موف بجهة الاكس ويرجع يربطهم في سيرفس او في سيرفس تمام واحد. هاي كان لازم اعمل ستوب للسكريبت، اشوف اذا طول الامر ولا ينهي برنامجي. ممكن اعمل باوز للفيديو، ارجع الفيديو لما رجع لمرة. شوف على طول اخذ وقت كتير انه عنده البوينت حركهم بجهة اليمين واليسار، لكن بالاخير ما استفاد، ما اعطاني تباعد بين الخطين. في هالحالة احتاج اعمل واي يونت، اعمل لهم موف على الواي، وصل نيجاتيف بوزيتيف، شوفهم داتا ماتشنج نفسه، ممكن اوصله على الموف، اعطاني التأثير. فحين صار يتحركوا على الجهة الشاقولية اللي هي جهة الواي، أعطاني نفس التأثير لكن بغير جهة. تمام. طب ممكن واحد يسأل، ممكن نعمل خطوط مائلة؟ طبعا ممكن نعمل أي نوع من أنواع الخطوط طالما هي مرتبة بطريقة معينة وتتحكم فيها، بناخذ المعلومات وأرجع أوصلها وأعملها موف معين. ممكن نعمل خطوط مائلة إذا استخدمت من الأمر الكيرفز الموجودين. لما تكسبلود كيرف وصلت، طبعا خليني اصغر شوي العدد 25. انا عندي هدول المربعات، اذا عملت ان الفيكتورز في عندي 5 1 2 3 4 5، كل كيرف مربع في 5 عناصر، اللي هو الاول اللي يلف ويرجع للمرة الثانية الاول يعيده يصير 5. ممكن اعمل ليست ايتم الفيكتورز وطالعهم 4 عناصر، وعم نجرب اعمل بولي. شوف كيف انا هرسم لي خط جديد، اخذ بعمل ميرج حتى اعرف انا اي عناصر بستخدمهم. الخط الاول ويمكن يكون هذا وهذا مع الثاني اللي هو بعد طفيت 2، فموصل فيكتورز البولي على الفيكتورز على البولي، هشوف كيف جاني خطوط مايلة. فهدول نفسهم هشوف كيف الداتا ماتشنج، هحتاج هم حاليا مرتبين بطريقة ما بيحتاج انه يعملهم جراف لانه مرتبين
كل خط كل نقطة في بوينت لحاله بنفس الطريقة الموجودة هون. فأنا ممكن أعمل كوبي للبوينت، شيل الكرافت وصلهم بهالشكل. حاليا بولي بوينت، عفوا لازم أخص البوينت. عندي نقطتين بكل شكل، هنجرب كيف نوصلهم. أخذ البوينت وحطهم هون. طبعا عندي مشكلة، أنا عملت الكرافت بدهم كرافت، ممكن نخليهم نفس الكرافت. بس لاحظين عندي حاليا الخطوط منحنية، ممكن ألغي هاد خطوط منحنية، لكن في تشوه شوي. ليش؟ لأن عندي الموف بجهة الواي لكن الخطوط بغير جهة، فلازم دايما جهة التحريك تكون معامدة للخطوط. ممكن واحد يستخدم بلان يقطع الخطوط باستخدام بلان، مثلا يكون راسم خطوط عامل بلان، او ممكن بالاول بالاخير يعمل موف مثل ما عملنا هون بشكل على جهة محور معين. ممكن ازود اجمع المحورين. طبعا جمعت محورين حتكون قيمة كبيرة جدا، فممكن اجمع محورين واطرح من اثنين، اقسم على اثنين عفوا. نضيف الموف، ما عندي لازم الجهة الثانية تكون. ممكن استخدم نيجاتيف اكسبريشن ماينس اكس انصار، نجرب شوف عندي الداتا ماتشنج في مشكلة اتوقع، عنصرين بكل. عملت سمبليفاي حتى اشوف كيف ترتيب العناصر، ترتيب صح. لكن اتوقع الجهة لو عكست الجهة من كلوك وصلت هذا مع تشات. جربت صار، كانت جهة التحريك جهة كمان معاكسة للخطوط، كانت ماشية مع الخطوط مثل ما صار بالأول لما عملنا الواي الإكس والواي. فحاليا نشوف جهة التحريك صحيحة حسب جهة الكيرز. فهي بكل بساطة طرق استخدام أو رسم أشكال صور عن طريق خطوط، سواء كانت أفقية عمودية أو حتى مائلة. حتى ممكن تشوفوا أي نوع من أنواع الخطوط، ممكن واحد يرسم خطوط عشوائية ويعمل لها أوفست بالأخير على حسب القيم الموجودة. فهي عبارة عن تقريبا أوفست للبوينت، وبعدين نرجع نوصل اللاينز مع بعض ونعملهم سيرفس ونلونهم يعطيني التشكيل النهائي. في الأخير ممكن نرجع نستخدم صورة أينشتاين، شوف كيف ممكن تطلع في النهاية. إن شاء الله تكونوا استفدتوا اليوم الدرس. عندكم أي اقتراحات تانية أكيد بكل ترحيب ممكن تضيفوها. إذا عندكم أي استفسار تاني، أي شيء غير ما فهمتوه ممكن تضيفوه في الكومنتات. تابعوا التعليقات، ولو عجبكم الدرس اشتركوا معنا، ولا تنسوا حتشوفوا دايما أغلب الدروس الجاية إن شاء الله تكون مفيدة لكم، تستفيدوا منها بشكل كبير. نشوفكم في الدرس القادم.